بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. أمة الإيمان والإسلام، نحييكم بأجمل تحية من عند رب العالمين، تحية الأمن والأمان والسلام، سلام الله عليكم ورحمته. ليلة وداع وتكريم للأمة الراحلة الكريمة رحمها الله، مواساة منا لجميع عائلات موافي وعائلات العوضي وعائلات أبو ندى، كذلك جميع العائلات بعزبة ستهم، تكريما للأمة الراحلة الكريمة رحمها الله. أمة الإيمان والإسلام، على مدار هذا اليوم وهذه الليلة، علمين من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية. في هذه اللحظات الإيمانية يسعدنا أن يكون معنا فضيلة القارئ الشيخ عثمان عبد المعز فرج، عضو بنقابة القراء وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف. كما يسعدنا أن يكون معنا الجوهرة المكنونة، قارئنا أطال الله في عمره، شرف لمحافظة الشرقية ومركز مدينة كفر صقر أن تستقبل ذلكم العلم القرآني. قارئنا في الأربعينيات من العمر، أطال الله في عمر هذا القارئ، نموذج فريد للأدب والتواضع والأخلاق العالية. قارئنا نشأ وتربى في بيت القرآن الكريم، ولذلك أمة الإيمان والإسلام دائما مريديه ومحبيه، دائما في أمس الحاجة ليعرفون الكثير والكثير عن ذلكم العلم القرآني. نشأ ذلكم العلم في قرية شبرا اليمن، مركز مدينة زفتة بمحافظة الغربية. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية نعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم، صال وجال في بلدان كثيرة حول العالم، بالمملكة العربية السعودية وبلجيكا ودول كثيرة، كذلك بوركينا فاسو وموزمبيق، تاريخ عريق لذلكم العلم القرآني. على مدار هذا اليوم وهذه الليلة نأخذ نبذات عن هذا القارئ بأدائه الراقي المتميز، قارئ المقامات وقارئ متميز وموهبة قرآنية. هيا بنا مع صوت يتلألأ في سماء القرآن الكريم، قارئنا الإذاعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرق، على مدار 10 سنوات كاملة عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم يطربنا سماع صوت ذلكم العلم القرآني. هيا بنا في حالة من الصمت والهدوء لنعيش ونتعايش مع القرآن الكريم والقارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرق، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من عند رب العالمين. وأبخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه. ممكن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم. أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف إن عدة الشهور شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ما
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كما يقاتلونكم
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما عدة ما حرم الله فيحل ما حرم والله لا يهدي القوم الكافرين نسيكم نكمل يعني ولا نعمل ايه؟ قلت تصديق ونكمل ولا نعمل ايه يعني؟ صدق الله العظيم. يا سبيل الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض الدنيا في الآخرة إلا قليل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل مالك يا حبيبي الله يبارك فيك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء نصره الله إلا تنصره
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فقد نصره ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا أمة الإيمان والإسلام تجلى رب العالمين على ذلكم العلم القرآني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية سفير من سفراء القرآن الكريم قارئنا الإذاعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرك. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية تكريما للأمة الراحلة الكريمة رحمها الله ومواساة منا لجميع عائلات موافي وعائلات العوضي كذلك عائلات أبو ندى وجميع العائلات بقرية ستهم تكريما للراحلة الكريمة. أمة الإيمان والإسلام على مدار هذا اليوم وهذه الليلة تتم هذه التغطية من داخل قصور الضيافة المتنقلة فراشة الأستاذ أحمد سالم الإشراف العام الأستاذ محمد أحمد سالم وعبر هذه الهندسة الصوتية المتميزة ومن خلال هذه الأضواء المتلألئة إنارة المهندس إبراهيم راتب أبو عيطة. طاقم الضيافة للخدمات الفندقية بوفيه الصالحين إدارة الأستاذ أحمد العكلاوي. تغطية عطرة كاميرات المهندس علي بدوي كذلك كاميرات المهندس وليد عبده. ونحن في هذه اللحظات الإيمانية أمة الإيمان والإسلام بعد أن عشنا في رحاب هذه التلاوة قارئنا الإذاعي الكبير أطال الله في